الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نتكلم بإذن الله تعالى عن نبذة يسيرة مختصرة جدا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أهم ما يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لابد أن نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعلم الأولاد، نعلم الصغار، نعلم الكبار سيرة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. أولا الاسم، اسم النبي صلى الله عليه وسلم. هو محمد عليه الصلاة والسلام. ابن عبد الله، أبوه عبد الله. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. وهاشم من قريش. وقريش من العرب. والعرب من ذرية إسماعيل. إسماعيل هذا ابن إبراهيم. عليهما إسماعيل وإبراهيم أفضل الصلاة والسلام أنبياء، وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام. إبراهيم. نعم. إذن هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو الجد الأعلى للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا فرق بين العرب ولا غير العرب إلا بالإيمان بالتقوى. من أفضل العلماء وأفضل الكتب عندنا كتاب من؟ كتاب الإمام البخاري. البخاري ليس بعربي، رفعه الله لأنه سار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا فرق بين العرب ولا غير العرب إلا بالإيمان والتقوى والعمل. نعم. البخاري ومسلم. نعم. البخاري عربي يتعلم ويعمل ويدعو، يتعلم ويعمل ويدعو، هذا الذي يرفع المرء. نعم.
إذا تعلم وعمل ودعا إلى الله هذا الذي يرفع الإنسان، هذا الذي يجعله قريب من الله سبحانه يدخل الجنة. لا لا معنى هذا أن العربي يدخل الجنة وغير العربي لا يدخل الجنة، لا، علم وعمل ودعا هذا الذي يدخل الجنة. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، نسأل العافية السلام، عربي. أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب. لهب لهب. أبو لهب. 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 أبو لهب. نعم. عربي أبو لهب. عم النبي صلى الله عليه وسلم. عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو عبد الله. نعم. بلال رضي الله عنه من الحبشة وهو في الجنة. بلال بن رباح. نعم. أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين ولد؟ في مكة أو في الطائف أو في المدينة؟ مكة. ولد بمكة عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. ولد بمكة في عام، في سنة تسمى هذه السنة ويسمى هذا العام عام الفيل، عندما حدثت حادثة الفيل هذا العام ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا هدم بيت الحرام، هدم مكة، فولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة. نعم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هذا العام ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه السنة ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب. ولد عليه الصلاة والسلام يتيما، مات عبد الله قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعاه ويكفل ويربيه جده عبد المطلب، هو الذي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وكان في كفالة جده. نعم. ثم بعد هذا عندما مات عبد المطلب كان في كفالة عمه أبو طالب أخو عبد الله، مات عبد المطلب ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان في رعاية أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو عبد الله. أبو طالب. أبو طالب. علي بن أبي طالب. أبو طالب علي. نعم. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم له من العمر 63 سنة. 63 سنة.
نعم. 사도님께서는 63세까지 살았습니다. نعم. قبل أن يبعث 40 سنة و23 نبيا ورسولا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي كان له من العمر 40 سنة. نعم. 사도님께서 사도직이 부여받은 때가 그분의 나이 40세였습니다. 네. 23 سنة نبيا ورسولا يبلغ هذا الدين عليه الصلاة والسلام. 23 سنة. 40 زائد 23 يساوي 63. 그래서 63세에 돌아가셨는데 62세에 돌아가셨는데 23년간 돌아가신 40세에서 돌아가신 أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق سورة العلم. نعم هذا أول ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام من القرآن. 이것이 우라 최초의 계시입니다. 네. النبي عليه الصلاة والسلام هل هو نبي أو رسول؟ 사도님은 나비냐 라수냐? هو نبي ورسول. 그분은 나비도 되고 라수도 됩니다. 네. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة. يعني موسى عليه الصلاة والسلام بعث إلى اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم هل بعث إلى العرب فقط أو إلى الثقلين الجن والإنس؟ ما هو الصحيح؟ 그 여러분들이 잘 알고 있는 모세 무사 무슬림들은 무사라고 모세로 잘 알고 있는 무사는 어떤 특정한 민족 야훗 유대인을 위한 유대인만을 위한 그런 사도로 보내주셨는데 무함마드 사도님은 بعث إلى الثقلين الجن والإنس النبي صلى الله عليه وسلم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الإنس والجن. نعم. إلى ماذا يدعو؟ ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعث لماذا؟ حتى يدعو الناس إلى التوحيد ويبعد الناس عن الشرك. إذن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله، إلى إفراد الله سبحانه وتعالى، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سوى الله، ترك الشرك والبدع والمعاصي. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. له من الأولاد سبعة أولاد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة الذكور والإناث سبعة. 사람들에게 일곱 명의 자녀를 두었습니다. 남자에게 일곱 명, 아들과 일곱 명의 자녀를 두었습니다. القاسم. القاسم. وكان كنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم. عليه الصلاة والسلام. 아들이 القاسم인데 그래서 사도님의 분야 사도님의 배치. 우리 보면 동네에서 누가 아버지 누가 아버지가 있죠. 그래서 아부 가시라고 사도님 부를 때 아부 가시 이렇게. 와 이브라힘. 그리고 또 이브라힘이라는 아들이 있어요. 와 압둘라. 압둘라라는 아들도 있어요. 네. 하다 압둘라 يقال له الطيب والطاهر. 이 압둘라는 الطيب والطاهر라는 그런 그 نعم. 배치 붙었다. نعم. هذا ثلاثة ذكور. أربع إناث. فاطمة. فاطمة. وزينب. زينب. ورقية. رقية. وأم كلثوم. أم كلثوم.
كل هؤلاء السبعة ماتوا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. فاطمة هل زاشي فاطمة سعدوني تورا ستة أشهر. نعم. طيب، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. نعم. يدعو إلى الله إلى أن توفاه الله عليه الصلاة والسلام. يدعو إلى الله منذ أن بعث إلى أن توفاه الله، يدعو إلى الله، يعلم الناس التوحيد، يجاهد. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم توفي، مات عليه الصلاة والسلام، وهذا الدين كمل، لا يستطيع أحد أن يبتدع في دين الله، انتهى الأمر، هذا الدين دين كامل الحمد لله. نعم. نعم. فرض الله سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات المفروضة الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، صلى في مكة 3 سنوات في مكة، فرضت الصلوات المفروضة الخمس قبل الهجرة ب3 سنين قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. نعم. 3 سنوات قبل 3 سنوات من الهجرة فرضت عليه الصلوات المفروضة الخمس. نعم. قبل أن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ب3 سنين فرضت عليه الصلوات المفروضة الخمس. نعم. الغزوات كثيرة، المعارك كثيرة، الحروب التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، أهم هذه الغزوات 7، هذه المهمة عندنا 7. بدر، أحد، أهود، الخندق، فتح مكة، مكة جنبو، مكة ويل يسم، مكة جنبو، حنين جنبو، تبوك، نعم، والحديبية. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة وأهل مكة منعوا من أداء العمرة. نعم. مكة
نعم، حج مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. في حياتي مرة واحدة، هذا اللي نعلم. نعم. واعتمر أربع مرات عليه الصلاة والسلام. نعم، أربع مرات. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر مثله مثلنا، تميز عنا بأنه يوحى إليه، ينزل عليه جبريل بالوحي. نعم، وأرسل الله إليه سبحانه وتعالى. نعم. لا يعبد النبي صلى الله عليه وسلم، ما نعبد إلا الله. 그렇기 때문에 사도님을 신으로 여기고 그분을 신으로 섬겨서는 안 됩니다. دفن عليه الصلاة والسلام في المدينة في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. دفن في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في المدينة. في بيت عائشة رضي الله عنها. نعم. عائشة صادمي بويجو بويني عائشة تبين بتشس. نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة. آمين. آمين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.